القماشه اللي مع مستر موسيماني لفترات كتيره جدا كانت ناقصه، ناقصه لانه ممكن صحيح يكون في مظبوط، اصابات، ناقصه لانه ممكن يكون في لعيبه بره الفورمه، ناقصه لانه في حاله اجهاد مستمره، فما تقدرش تحاسبه او تاخد منه ال 100% من القماشه المتاحه في ظل الظروف اللي انت كنت بتتكلم عليها يا كابتن احمد. انا بقول موسيماني ادى اللي عليه 100% 100% 100%، لان كل البطولات اللي اشترك فيها موسيماني، انت مطلوب من المدير الفني انك تاخد بطوله، انت خدت الدوري العام، خدت كاس مصر، خدت بطوله افريقيا، وخدت كل ده من مين؟ من المفترض المنافس بتاعك نادي الزمالك، انت كسبته في نهائي القرن زي ما بيقول، كسبت الزمالك في نهائي القرن، خدت السوبر الافريقي، خدت بطوله افريقيا، خدت الدوري العام المصري، خدت كاس مصر، خدت كل الحاجات اللي انت اشتركت فيها. فانا النهارده كمدير فني لما اجي انا او انا كاداره النادي الاهلي مثلا، يعني لما انا اجي احاسب المدير الفني هديله مارك كده، هديله كام؟ دي 10 من 10 اكيد، ما انا دخلت اربع بطولات ولا خمسه خدتهم الاربعه. طب انا اقول للمدير الفني محتاجين نلعب شويه بس كوره حلوين على الارض. ممكن نعمل تقسيمة على فكرة، ممكن نعمل تقسيمة حلوة لو مين اللعيبة اللي نورت من وجهة نظرك مع مستر موسيماني؟ شريف، محمد شريف طبعا، ديانج مأدي بشكل رائع، أيمن أشرف مأدي بشكل هايل، مجدي أفشة، يعني أربع لعيبة حسيت إنه اختلفوا شويتين، اختلفوا شويتين ثلاثة. مجدي أفشة، مين اللعيب اللي عايز مستر موسيماني يشتغل عليهم شوية؟ أو شايف إن عندهم أكتر من اللي بيطلع منهم مع التيم دلوقتي؟ أنا بشوف هاني محتاج يشتغل كويس، تمام. شريف بس، وأنا كلمته في الحتة دي، أنا كلمته محمد شريف، يشتغل في البوكس شوية، العرضيات لعبة بدماغه مهم جدا جدا جدا، أنت بتلعب في النادي الأهلي. وأسد الاوفرات راجع تاني، علي معلول هتلاقي كل خمس دقايق كروس من ناحيه اليمين، كروس من ناحيه سوري كروس من ناحيه الشمال، كروس من ناحيه الشمال، فمحتاج حلو اسد الاوفرات دي. طبعا رقم واحد، بص، من افضل اللعيبه المحترفه اللي جت مصر. أيوة. خد بالك، لعبا وخلقا لعيب ما بيعملش مشكله في الملعب، ما بيعملش مشكله بره الملعب، ملتزم جدا، اداء هجومي عالي جدا. أيوة. يعني تحسه كده متربي في النادي الاهلي. أيوة. يعني انا في الاهلي من سنه 95، هو تحس انه هنا من سنه 95 ونص بعد يعني. فلعيب هايل طبعا، فعايز، شايف انه شريف محتاج يشتغل على في العرضيات فقط. يشتغل في العرضيات، يشتغل على راسه. هو عنده رجلين الاثنين ما شاء الله هايل، وعنده الفوت ورك رائع جدا جدا جدا، وعنده تركيز عالي جدا في الملعب. يعني انا بحس ان شريف بيدخل الملعب مركز قوي. ايوه تمام. الفرص المتاحه اللي بتجيله يقدر يسجل، بيسجل. الفرص المتاحه، تمركزه، تحركه جوه، التحركات بتاعته جوه البوكس، التحركات بتاعته الطوليه، التحركات القطريه جيده، محتاج بس يشتغل في العرضيات، الكره العاليه، الكورسات، يعني لعبه النادي هتوصل في حته ثانيه، هتوديه في حته ثانيه خالص مختلفه تماما. أوكي. بدل ما بيسجل كل ماتشين هيسجل كل ماتش اثنين. كلمته في الحته دي وهو على فكره بيستجيب جدا، وهو ولد مهذب جدا جدا جدا، وبيطور من نفسه، وده عاجبني بشكل كبير جدا. صحيح. جدا يعني بيشتغل على نفسه. مجدي قفشه محتاج ان كل ماتش ما ينفعش تطلع من غير 3 4 تصويبات. يعني انت بتلعب في حته حلوه قوي، وبتأدي بشكل رائع جدا، وبتعمل يعني ثرو باسز رائعه جدا في الجيم، بس محتاج شويه انك تشتغل على حته التصويب. محتاج